بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام. البحث عن مراعي السدر للنحل في هذا اليوم، في هذا التاريخ الميلادي 6/9 شهر 9، اللي هو موسم السدر في شهر محرم 1441. السدر ما شاء الله تعالى في هذا المكان، توفر الحمد لله رب العالمين، توفقنا في الحصول على هذا المكان، أو توفقنا العثور على هذا المكان الخصب الذي يحتوي على كثير من أشجار السدر. هذا المكان كما ترون هذا المكان، فهو يحتوي على أشجار السمر والسدر، وأيضا الشفلح أو الكبار بنسبة كبيرة جدا منه. سوف أريكم شجرة تحتوي على شجر الكبار والسدر والسمر، ويصادف نفس الموسم، موسم هو الكبار أو القبار أو الشفلح أو كما يسمى وردة الجبل، تختلف المسميات من مكان إلى آخر، ولكن في هذا المكان مقصدنا هو شجر السدر. في بعض الأماكن الساحلية قد حان موعده، ولكن في هذا المكان ما يزال حتى الآن لم يزهر، حتى الآن لم يزهر، لكن بعض الأشجار بدأ فيهن الإزهار، بعض الأشجار بدأ فيهن الإزهار. هذه ما شاء الله عمرها كبير، ويتضح ذلك بمساحة جذع الشجرة كما ترون. وهذه حتى الآن يبدو أنها لم تزهر، ولكن بعض الأشجار كما أخبرناكم أنها مزهرة. وهذا المكان يحتوي على كثير من نبات الشفلح كما ترون، أو هذه كما ترون، هذا هو الشفلح، وهذه الزهرة، زهرة الشفلح. في هذا المكان لا يوجد نحل، وتوفقنا في العثور على هذا المكان الطيب، الحمد لله رب العالمين. هو يحتوي على كثير من أشجار السدر. ولكن المشكلة، توجد أيضا مشكلة لدينا، وهي الدبور أو العقر. هذا الدبور يقضي على النحل، لابد من طرق لمكافحة هذه الآفة، وهي بوسائل كثيرة، منها التضييق على الخلايا وعمل مصايد. لكن الدبور الآن في نهاياته، يعني تقريبا في نهاياته، أن هذا المكان لا يوجد به نخل. وهذه شجر كما ترون الحنظل، يوجد في حقيقة في هذا الوادي كثير من الأشجار أو النباتات، مثل نبات السنمكي أو العشرق. هذا المكان يحتوي عليه كثير من أشجار السدر، لكن والثمر أيضا، كثير من الأشجار لم يزهر بعد. مشاكل النحالين هي العثور، ومن أهم الأمور هي العثور على
النباتات والأشجار النحلية التي يتغذى عليها النحل هذا ما أحببنا أن نخبركم به. لا بد أن الإنسان أن يتعب ويجتهد في العصور في العثور أو الحصول على الأشجار التي تغذي النحل، الحصول على العسل عن طريق هذه الأشجار المهمة التي لها فوائد كثيرة، صحة الإنسان وفوائد للنحل لكي ينمو النحل ولا يتأثر بالأمراض أو ما شابه ذلك. هذه البيئات النظيفة والمراعي الخصبة هي التي تساعد النحل. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.